اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. هو كابتني واحد اهم نجوم كره القدم في تاريخ مصر. عن الموهبه حدث ولا حرج، عن الاخلاق حدث ولا حرج، عن الاحترام حدث ولا حرج، عن الانجازات ايضا حدث ولا حرج. واحد من علامات الكره المصريه، بكون سعيد جدا جدا لما بقابله، واسعد انه يكون معايا النهارده. بقاله فترة طويلة جدا ما ظهرش معانا في برنامجنا، كابتن مختار مختار، نجم منتخب مصر والاهلي الاسبق ومدربنا القدير. كابتن مختار، ازاي صحتك؟ الحمد لله. وحشني جدا جدا جدا. ربنا يبارك فيك يا احمد. اخبار حضرتك ايه؟ والله طيب، اتفضل. مختفي ليه؟ لا موجود متواجد. الحمد لله ان انا دلوقتي بقيت انزل ورايح النادي. قليل الزور ليه يا كابتن مختار؟ والله هو يعني ده بقى طبع من زمان، يعني حتى وانا متواجد يعني بقى طبع وبقى غالب علي. ودايما حتى الناس اللي حواليا لازم تنزل ولازم تروح ولازم كده، لكن الحمد لله، يعني الحمد لله الامور كويسه وبفضل الله متعايشين بشكل طيب، يعني والامور ماشيه يعني الحمد بس لله. بس انت يعني وانت الكابتن بتاعنا في النادي الاهلي وحد من الاساطير الجميله، يعني دايما كنت مشهور باجتماعياتك، انك دايما بقول للناس انه اكتر واحد كان بيجيبنا كلاعيبه مكحرتين وعلى قد حالنا جدا والله ايام والدنيا صعبه جدا. كان هو اللي بيعزمنا في البيت كلنا من اولنا لاخرنا، فدايما انت مشهور بالجانب الاجتماعي الكبير الرائع ده، فعشان كده الناس بتتخض لما بتشوفش الكابتن مختار. ايوه دي فعلا، وعشان كده يعني دايما الناس اللي حواليا يقولوا ازاي انت قاعد يعني يعني، لكن الواحد ساعات يستسلم كده شويه. لكن الحمد لله دلوقتي بقيت احسن كتير، بنزل يعني الحمد لله. حتى كنت بروح النادي قليل قوي، دلوقتي بقيت اكثر كده. رحت ثاني؟ بروح رحت كذا مره والله قريب. من المره اللي انت عزمتنا فيها ده انت اللي بتعزمنا على طول. رحت كذا مره يعني بعدها رحت رحت ولسه كنت موجود الاسبوع اللي فات مرتين يعني. جميل. الحمد لله الامور كويسه يعني. انا عايز اسالك من زمان، يعني معروف انه مختار مختار مع حفظ الالقاب بقى طبعا. مختار مختار، محمد عامر، ماهر همام، ربنا يشفيه، حمدي جمعه، واحنا كنا بنيجي وراكوا كده ربيع معايا مع محمود صالح شويه، مدحت رمضان. ايه السر يعني، ايه سر المجموعه دي بالتحديد مع كابتن مختار مختار وانت كنت الزعيم بتاعنا؟ والله الحمد لله دي من زمان. نعم. الحمد لله يعني هو فعلا الحته الاجتماعات دي كانت زمان يعني متواجده معانا بشكل هائل جدا. نعم. لدرجه ان احنا يعني انا كنت بروح بيتنا بيتنا اللي انا اللي هو بتاع امي الله يرحمها وابويا في شبرا، في شبرا كنا يعني كنت بروح بس اغير هدومي وامشي. أيوة. وانا مع المجموعه اللي انت ذكرتها ديت، وكان في اكثر من كده ورمضان. نعم. والحمد لله يعني رمضان السيد طبعا، رمضان ده اساس. نعم. فالحمد لله الحياه دي كانت حياه يعني هي الشبابيه والحياه اللي احنا عشناها بشكل طيب جدا، وكان الـ 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 المجتمع اللي احنا فيه كان يعني في يعني في ونس بشكل هايل. صحيح. وكان في ود وكان في حب. احنا يا احمد كنا زمان، دلوقتي في معسكرات وفي يعني الانديه بتعمل كده. نعم. حتى المنتخبات زمان الانديه ما كانتش بتعمل الكلام ده. ده صحيح. احنا كنا بنعمله. احنا كنا بنجمع من المباراه الصبح 10 الصبح، كنا احنا بقى متجمعين على الساعه 10 صباحا. نعم. يعني بنروح بيوتنا ونيجي على الماتش وبتاع. نعم. نتغدى في المطعم وناخد المحاضره، عكس الكلام اللي هو عايش دلوقتي. اي فرقه حتى لو درجه ثانيه ولا بتاعت اليوم قبل الماتش بيباتوا مع بعض في فندق ولا في مكان. يعني احنا انا كنت زمان الحمد لله يعني عندي مجموعه من اللعيبه ما بنسيبش بعض. ايوه. زي ما انت كنت عاملين معسكر، كنت زي ما انت ذكرت، كان دايما لدرجه ان كان الكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه كان ساعات يجي يقول لي ما تاخد الولا فلان ده معاكم، يعني الراجل يعني كان شايفنا ان احنا يعني بنعمل حاجه مش يعني مش مسبوقه ومش موجوده وحاجه، بس كانت حاجه صراحه كانت جميله جدا، كانت من القلب، كنا متعايشين بشكل هايل جدا، وديت اللي مخليه الود ده لغايه دلوقتي موجود. يعني انا بقول لك ان انا كنت في النادي اليومين اللي فاتوا، انا كنت في النادي فعلا. نعم. كنت مع عامل، وكان حمدي جمعه كان تعبان. فكنا معاه وكنا معاه في راح النادي المستشفى المعلمين. نعم. فعشان كده يعني يمكن برضه تواجدي في الفتره دي، وانا بقول لك ان انا متواجد في النادي، رحت كذا مره. نعم. وكده ورحنا الحمدي وكان موجود معانا، كنت انا وعامل وكده. ف يعني الحمد لله الفتره دي. نعم. اكيد فتره كانت هايله جدا في حياتي. ده صحيح. يعني عشان كده عايزك تحكي لي يعني
الفرقه في التوقيت ده كان فيها نجوم تقال قوي يا كابتن. ايوه نعم. خطيب، مصطفى عبده، كرامي، ثابت البطل، غير بقى المجموعه اللي انا، مصطفى يونس، محسن طاهر، محسن صالح، طاهر الشيخ، شطه، صفوت عبد الحليم، يعني مع احترامي انا بنسى بعض الاسماء، احمد عبد الباقي، جمال عبد العظيم، اسماء تقيله جدا 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 ما شاء الله. كنت الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ انا طبعا اكيد عارف جزء. لا هي طبعا يعني الدنيا ماشيه، يعني انت عارف ان كان في المدرب مستر دكوتي، ومستر دكوتي يعني مدرب كبير، وكان كان اكتر من المصريين، لا مين حواليه كان ابن جنيه، يعني ما شاء الله لامي من الناس بشكل كويس قوي، وكان عامل حاله هايله جدا. على فكره يعني ايه، يعني احنا مبطلين بقالنا مده كبيره، من فضل الله علينا ان الناس يعني ذاكرانا لغايه دلوقتي. ده صحيح، وده من الحته اللي انت بتقول عليها دي، المجموعه دي يعني كانت فعلا مجموعه ما في غيرها يا كابتن. يعني مثلا الخطيب نجم جامد قوي، مصطفى عبده نجم كبير جدا، وكل واحد في مجاله، مختار وعطاء وكلكم منتخب مصر، وكان بيبقى في غيره شويه موجوده يا كابتن مختار. هقول لك حاجه، يعني حاجه سر، بس هو يمكن يعني احنا كنا يعني لدرجه ان انت بتقول عليها دي، شوف بقى احنا كنا بنعمل ايه. احنا كنا بنقعد مع بعضينا، كان في منافسه دايما على هداف الدوري. ايوه كان ما شاء الله الزمالك علي خليل واسامه وخليل في اسماعيلي، يعني مجموعه يعني على طول هدافين. نعم. والخطيب كان هو الهداف بتاعنا، كنا بنقعد مع بعض نتكلم عشان نخلي الخطيب هو الهداف ازاي. يعني يعني فاحنا فعلا يعني الحمد لله كان فيها محبه وفيها الفه وكان في ود وكان في يعني تعاطف رهيب مع بعضينا بشكل كبير قوي، لدرجه ان احنا يعني الخطيب كان ما شاء الله يعني شهرته زيزو. يعني وزيزو كان حاجه عظيمه، زيزو كان ما شاء عظيمة. الله ما شاء الله ما شاء الله. فكنا ساعات بنقعد مع بعض لما تحتدم الحكايه ما بين مثلا علي خليل والخطيب وحد تاني، قلنا عشان نخلي الخطيب هو ده، دي ما تزعلش حد، لا بالعكس ده فرقتنا، الشغل فرقتنا يعني. نعم. فاحنا كنا هادير لدرجه ان احنا كنا عايشين مع بعضينا فيه، ان احنا يعني كنا متعاونين لابعد الحدود، من فضل الله الالفه والود اللي انا بقول لك عليه ده كان متواجد معانا بشكل كبير. المجموعه بتاعتنا كان كل الفرقه عندنا معظمها بيتلف حوالينا. ده صحيح، يعني المجموعه ديت كان كل احنا جينا معاكم بتتلف يعني، انا وربيع ما شاء الله يعني متصالح على ايوب بعد كده شويه يعني، لكنه الخطيب خد حقه بسم الله ما شاء الله، ولسه هكلمك عليه. مين من هذا الجيل من وجهه نظرك كان مظلوم، موهبته الطاغيه او موهبته الكبيره او عطائه الجيد للنادي ما خدش حقه؟ يعني زي ما انت بتقول كابتن زيزو كان موهوب موهبه يعني ما شاء الله. يعني وكان عنده دماغ، هو دماغه في يعني في شخصيته كمان. نعم. بس كمان دماغه في الكوره كانت ما شاء الله حاجه هايله جدا جدا. اظن ان هو يعني برضه حته الاصابه اللي كانت دايما متواجده معاه هي ديت اللي قللت دي شويه. نعم. ودي يمكن اللي خلت ممكن يكون الخطيب طغى شويه في في النجوميه. صفوت طبعا يعني حدث ولا حرج في الاثنين تقال قوي، زيزو صفوت حاجه عظيمه. اللي هو بقى صراحه يعني اللي ما خدش حقه كده، وهو بس هو يعني اصل في حق نفسه. نعم. جمال عبد العظيم. جمال عبد العظيم، جمال عبد العظيم كان لعيب غير طبيعي والله، غير طبيعي. غير طبيعي. انا كان في تنافس بينك وبينه يعني في المركز، هو يعني هو اللي ساعدني ان انا العب. يا سلام. مش ساعدني هو ساعدني لا هو عدم وجوده هو اللي خلاني ان انا اصل بالشكل ان انا ظهرت بيه. وانت بتقول موهبه مش طبيعيه، لا ما شاء الله. وعنده كل حاجه، لعيب جامد جدا. نعم. يعني يعني قوي لابعد الحدود. عنده مميزات لعيب الكوره يعني تقريبا شبه متكامله. هو يعني اثر في حق نفسه. انا بقول الكلام ده برغم ان ديت يعني فادتني. أيوه. ان انا دخلت ما يطلع جمال ولا يعني، ولولا جمال يمكن انا مش عارف كان ممكن الواحد برضه يبقى يعني فين في الحته ديت، لكن اكيد ان ديت من المواهب الكتيره الموجوده. عشان اخلص حوار الذكريات، انتوا كلاعيبه لما بتلاقوا حد من جيلكم بقى رئيس النادي، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، بتمثل لكم ايه؟ وعلاقتك ايه بالكابتن الخطيب؟ لا طبعا احنا يعني علاقه الحمد لله علاقه طيبه جدا من زمان ومستمره. نعم. الحمد
لله رب العالمين. نعم. وده امر يعني عادي وطبيعي يعني. بالعكس احنا لما الخطيب يرشح نفسه احنا كنا واقفين. ده صحيح. بالرغم ان انا كنت يعني بصراحه كنت بحترم المهندس محمود لدرجه كبيره جدا جدا طبعًا. جدا. نعم. بس انا قلت مع نفسي ما الخطيب اخويا وهو أي. موجود معايا واحنا يعني في عشره كبيره جدا. نعم. ف هي دي اللي يعني من الحاجات طبعا اللي انا اثرت معايا في بالنسبه للمهندس محمود. لكن الخطيب كان لازم ان انا والمجموعه كلها تبقى متواجده معاه بالشكل اللي احنا كنا واقفين بيه ولغايه دلوقتي يعني. طبعا.